الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب اللبناني حطت صباح السبت في مطار رفيق الحرير الدولي استكمالاً للجسر الجوي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بتسييره إلى لبنان، حيث بلغ حجم المساعدات السعودية 200 طنا من المواد الإغاثية بتنفيذ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. السلام عليكم، ازيكم؟ لما تيجي تبص على حرب اليمن هتلاقي حرب اليمن بتواجه صعوبات كبيره جدا. ليه؟ حرب اليمن مقسومه بين جبهتين، جبهه الحكومه الشرعيه المدعومه من السعوديه ومن الامارات، والجبهه الثانيه اللي هم الحوثيين. الحوثيين دول شيعة مدعومين من ايران وكل حلفاء ايران. يعني ايه كل حلفاء ايران؟ يعني حزب الله الموجود في لبنان، حزب الله الموجود في العراق، حزب الله الموجود في سوريا، واي حد تبع ايران بيدعم الحوثيين دول. اوعى تفتكر الحوثيين دول جيش لوحده خالص، ده اللي بيحارب مش حوثيين، اللي بيحارب حزب الله وجنود ايرانيين وخبراء ايرانيين باسلحه ايرانيه مدعومين بكل حاجه، والا ما كانوش هيعرفوا يستمروا في الحرب لحد دلوقتي خالص، لان كميه الخسائر اللي بتحصل لهم وكميه القتلى اللي بتيجي عندهم غير طبيعيه، رغم كده مستمرين في الحرب. حقيقه ان في اخبار مش جيده عند حرب اليمن، ان الحوثيين بيتقدموا في مأرب. محافظة مأرب دي محافظة غنية جدا بالنفط واخر محافظة في الشمال، الحوثيين عاوزينها بأي شكل وعمالين يشنوا هجمات وغارات غير طبيعية. رغم كده مأرب لحد دلوقتي ماسكة نفسها، بس الحوثيين بيتقدموا. ليه بيتقدموا؟ لان الجبهة بتاعة الحكومة الشرعية حصل فيها شرخ شوية. ازاي؟ خلي بالك دلوقتي في حرب اعلاميه ضخمه جدا بيتم شنها على السعوديه بشكل كبير انها بتشارك في حرب اليمن دي، وهم عمالين يتكلموا على حقوق انسان ومش حقوق انسان. في نفس الوقت الامريكان شالوا ايديهم من موضوع حرب اليمن، جه جو بايدن عايز اقول لك ان هو بهدل الدنيا. يعني قال لك احنا مش هنحارب في اليمن، ولا في دعم لوجستي للسعوديه ولا مش دعم لوجستي، احنا مالناش دعوه بالحرب دي خالص، وادان الحرب دي اساسا. ده اولا. تاني حاجه، لحد دلوقتي هو ما اداش الاف 35 الامارات. يعني اوعى تفتكر الامارات حصلت على الاف 35 بموجب اتفاقيه ابراهام خالص، لحد دلوقتي ما اداش الاف 35 الامارات، وموقف التسليح بتاع السعوديه والامارات لحد دلوقتي عشان مشاركه حرب اليمن دي. رغم كده عمال يسحب الاسلحه بتاعته من الخليج ومن السعوديه، سحب منظومه ثاد، سحب منظومه باتريوت من السعوديه. فالجبهه بتاعت الحكومه الشرعيه دي فيها تاثير شويه عشان الحرب الاعلاميه وعشان عدم الدعم الامريكي، الاوروبيين عمالين ينتقدوا. فالموضوع محزن ومش ظريف، مش مستاهل ان انت تسمع كلمه يعني. طب ايه اللي حصل؟ حصل موقف مفاجئ جدا. الحكومه اللبنانيه تم تشكيلها اخيرا، وجابوا بقى وزير اعلام من اللي قلبك يحبه، اللي هو مين؟ جورج كرداحي. جورج كرداحي ده اللي كان بيقدم برنامج من سيربح المليون من سنه 2000 ل 2012، وهو كان نجم ساطع في سماء الاعلام العربي. مفيش احسن منه يمسك وزير اعلام للحكومه اللبنانيه، خاصه ان هم اصلا ما كانواش عارفين يشكلوا حكومه بقالهم كتير. انسب واحد للموقف ده او للمنصب ده هو جورج كرداحي، راجل متكلم منفتح. الحقيقه الراجل اول ما مسك المنصب بتاعه طلع برنامج اسمه برلمان العرب على حاجه او منصه تبع قناه الجزيره اسمها الجزيره اوتو. الحقيقه البرنامج ده جورج كرداحي طلع فيه قال ايه اللي انت هتسمعه؟ طب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على احد؟ يعني في نظركم ما يحدث، يعني ما يقوم به يعني؟ انا اعتقد في انا في نظري انه هذه الحرب اليمنيه عبثية يجب أن تتوقف. أستاذ جورج، يعني اليوم الإمارات والسعودية يعتبرون اعتداء خارجي على اليمن؟ اعتداء أكيد، في اعتداء أكيد، في اعتداء. عشان بس أفسر لك الموقف، التسجيل بتاع جورج كرداحي ده ما تسجلش وهو وزير إعلام خالص، ده كان متسجل بقاله شهور، بس الجزيرة رأت إن ما يتمش إذاعته من شهور سابقة ويدكنوه شوية. أول ما جه وزير إعلام قاموا ملبسينه التسجيل. بس خلي بالك مين اللي ذاع التسجيل؟ الجزيرة، أو برنامج تبع قناة الجزيرة. صحيح مش على القناة، بس في الآخر هو على منصة تبع الجزيرة. خد بالك من الكلام. على إحدى المنصات التابعة للجزيرة خرج جورج كرداحي الذي يشغل الآن منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية ليدلي بتصريحات وصفت بالمعادية لدول الخليج ومدافعة عن ميليشيا الحوثي في اليمن. الحقيقة إن الكلام ده لما طلع وقت جورج كرداحي ما لسه جاي وزير، السعودية غضبت بشكل غير طبيعي. عاوز أقول لك إن السعودية ما استنتش للرد على جورج كرداحي، خاصة ان احنا على اخرنا. يعني ما ينفعش ان انت تيجي عليا وانت اخويا تطلع كلام او تصريحات زي كده، ما ينفعش. الحقيقة السعودية مطلعة بيان تشجب فيه التصريحات دي وتقول على فكرة احنا ما نعتديش على حد، الحوثيين بيعتدوا علينا. يعني الحوثيين بيدوا مسيرات داخل الاراضي السعودية وعمالين يحدفوا مسيرات، يضربوا على الحدود، يهجموا على الاراضي السعودية او يحاولوا يخترقوا الحدود السعودية. طبعا بيتم التصدي ليهم، بس الكلام ده كله التصريحات دي عكس الواقع. التصريحات دي مش طبيعية. يعني ايه يطلع وزير اعلام لبناني
يعمل كده. بدل ما يحذف إجابتين كان ممكن يطلب جورج إرداحي حذف السؤال من الأساس ليتفادى الإحراج. الحقيقة السعودية ما استنتش، عملت إيه؟ أمهلت السفير اللبناني 48 ساعة. خد بالك من الرقم، أول ما تمهل سفير بمغادرة أراضيك ممكن تعمل كذا حاجة، ممكن تديله مثلا 72 ساعة أو فترة أطول. كل ما الفترة تطول يعني مشكلة مش كبيرة، كل ما الفترة تقصر يعني مشكلة ضخمة جدا. قول إن السعودية تدي السفير اللبناني 48 ساعة فقط لمغادرة أراضيها، معنى كده الموضوع خطير. مش بس كده، السعودية استدعت السفير بتاعها فورا بالتشاور بالسعودية. الأخبار العاجلة التي ترد من الرياض والتي تتحدث عن استدعاء السفير السعودي في لبنان إلى جانب إرجاع السفير اللبناني من السعودية، وأيضا كذلك وقف التعاملات مع لبنان من جانب المملكة العربية السعودية أو تحديدا كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة. برضو مش بس كده، تتكلم بحرين عملت نفس الموضوع، الإمارات هتعمل نفس الموضوع. أنا بسجل وأنا معرفش الإمارات عملت كده ولا لأ، بس أنا متأكد لأن الإمارات طلعت أدانة تصريحات جورج قرداحي. الجديد دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا هتسحب السفرة بتوعها من لبنان وهتضرب السفرة اللبنانيين من أراضيها. خلاص، بس ركز مع البحرين والإمارات، أول اتنين تحركوا دعما للسعودية. خد بالك بقى موقف القطري، قطر لحد دلوقتي لا طردت ولا استدعت، لا طردت السفير اللبناني ولا استدعته. الحقيقه الموقف ده خطير جدا، لان السعوديه مش بس طردت السفير اللبناني خالص، دي منعت استيراد كل حاجه، كل حاجه من السلع اللبنانيه ليها، ودي ضربه قاسمه للاقتصاد اللبناني اللي اصلا بيعاني. اللي اهتم بالموضوع ده والحرب الدبلوماسيه اللي شغاله موقع اسمه واشنطن بوست او جريده اسمها واشنطن بوست. واشنطن بوست تيجي في الحاجات دي وتتصدر بقى. عايز اقول لك نيويورك تايمز اصلا ما لحقتش تكتب، يعني واشنطن بوست رزعت على طول. بتحبش السعوديه ولا بتحبنا ولا بتحب الامارات ولا الربيع العربي كله. الحقيقه ان واشنطن بوست قالت لك بالظبط بقى وفسرت لك ايه اللي بيحصل. قالت لك على فكره لو جيت تبص على العلاقات اللبنانيه السعوديه هتلاقيها في مرحله الفري فول. فري فول يعني انحدار بقى، انحدار بدون توقف. من ساعه امتى؟ من سنه 2017 لما تم اتهام السعوديه انها محتجزه رئيس الوزراء اللبناني في الوقت ده سعد الحريري. قال لك سعد الحريري جه يزور محمد بن سلمان، السعوديين قفلوا عليه قالوا له انت مش ماشي. الحقيقه ان الكلام ده كله طلع كذب، لان سعد الحريري نفسه طلع وقال لك انا مش محتجز، انا قاعد عادي وفي نفس الوقت انا رايح لبنان ما عندوش اي مشكله. بس من ساعتها ان اللبنانيين اتهموا السعوديين بحاجه زي كده العلاقات سائد جدا، خاصه ان لبنان عندها مشكله كبيره جدا وهي حزب الله اللبناني تقريبا مسيطر على كل حاجه في لبنان ومانع اصلا تشكيل حكومه وعامل مشاكل كتيره جدا. السعوديه كانت بتضخ استثمارات في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جدا عشان تحارب النفوذ بتاع حزب الله في لبنان، يعني بتحاول تحارب المد بتاع حزب الله في لبنان عن طريق دعم الاقتصاد اللبناني الرسمي. الحقيقه ان الفتره اللي فاتت دي السعوديه ابتدت تقلل المساعدات بتاعتها لانها رأت ان حزب الله عمال يستحوذ على اي تمويل بيجي لبنان. مش بس كده، دول الخليج كله ابتدت تتبع السعوديه وابتدت تقلل استثماراتها. ده ابتدى يدي ضربه للاقتصاد اللبناني كبيره جدا، خاصه ان انت بتتكلم ان المساعدات الخليجيه كانت عنصر رئيسي داخل الاقتصاد اللبناني. مش بس كده، انت بتتكلم حضرتك على نقطه خطيره، العاملين اللبنانيين داخل السعوديه بالذات عنصر مهم جدا لتمويل الاقتصاد اللبناني. عارف لما انا باجي اكلمك على اموال العاملين في الخارج المصريين، دي حاجه مهمه جدا، بتتكلم على 33 مليار دلوقتي ان شاء الله، يعني 33 مليار دلوقتي. هم بالظبط العاملين اللبنانيين بالرغم ان هم مش كتير بس عنصر مهم جدا للعمله الصعبه داخل لبنان. تخيل انت كم العاملين اللبنانيين العاملين في السعوديه لوحدها قد ايه. طب لو انا جيت كلمتك بقى على مجلس التعاون الخليجي، لو باين العين الحمراء كده للعاملين اللبنانيين جواه، ايه اللي هيحصل للاقتصاد اللبناني؟ هيتدمر اكتر ما هو متدمر. ده اول. تاني حاجه، انت بتتكلم على نقطه مهمه جدا وخطيره جدا ابرزتها واشنطن بوست، وهي ايه؟ شحنه رمان كانت جايه من لبنان للسعوديه. الحقيقه شحنه الرمان دي لما تم الكشف فيها لقوا انها تحتوي من فوق كده رمان ومن تحت على كميه اقراص كابتاجون. كابتاجون ده اقراص مخدره بتدمر المخ، يعني مش بتسطل او حاجه، بتدمر المخ. الحقيقه دي كانت شحنه كانت مبعوثه من حزب الله، على حسب المقال اللي حضرتك شايفها دي. واشنطن بوست نفسها بتقول لك دي ضربه من حزب الله للسعودية. دي حرب، وشوف بيبعتوا الكابتاجون بشكل كبير جدا، مش عاوزين فلوس فقط، لا يعني هم كده كده هياخدوا فلوس بس مش عاوزين فلوس فقط، عاوزين يدمروا السعودية من الداخل، عاوزين يقفلوا شبابها. برضه مش انا اللي بقول كده، واشنطن بوست بيقول لك ده سلاح جديد تبع حزب الله عاوز يأذي السعودية بشكل كبير. هي السعودية لما قفش الشحنة دي بتاعت الرمان قالت لك بس مفيش شحنات خضار ولا فاكهة تاني تجيلي من لبنان، وقفت كل الشحنات بتاعت الخضار والفاكهة. الحقيقة دي كانت ضربة قاسمة للاقتصاد اللبناني، لأن مزارعين كتير جدا في لبنان بيعتمدوا على التصدير لدول الخليج والسعودية. فلما السعودية عملت كده
أذى الاقتصاد اللبناني بشكل كبير. ده اللي استدعى الحكومة اللبنانية على حسب واشنطن بوست برضو تروح وتتعهد للسعودية إنها هتتابع وتفتش شحنات الخضار والفاكهة الجاية للسعودية بالذات ودول الخليج، هيراجعوها بشكل دقيق ويفتشوها بشكل كويس عشان يتجنبوا أي حاجة تيجي للسعودية غلط. المفاجأة إن يوم الجمعة اللي فات، خد بالك بقى من ربط الأحداث، يوم الجمعة اللي فات طلعت السعودية قالت لك على فكرة الحكومة اللبنانية فشلت في تعهدها وما زال بيجينا شحنات مخدرة أو شحنات من الخضار والفاكهة فيها مخدرات، مما استدعى أن السعودية توقف كل الشحنات بتاعت الخضار والفاكهة قبل أصلا ما تصدر القرار الأخير بوقف استيراد السلع من لبنان. شوف قد إيه الموضوع ماشي إزاي. مش بس كده، خد بقى المفاجأة الكبيرة، طلع أصلا السعودية بتقولك على فكرة إحنا عاوزين نوطن صناعة الإعلام عندنا. يعني في مجموعة اسمها MBC جروب اللي بتشتغل فيها عمرو أديب والناس دي كلها. MBC جروب دي مجمع كبير جدا موجود فين؟ في السعودية، في لبنان. MBC جروب بيشتغل بمخرجين وعاملين لبنانيين كتار جدا في لبنان. الحقيقة ان واشنطن بوست ما قدرتش توصل تكلفة تشغيل MBC جروب في لبنان قد ايه، ولا عدد العاملين ولا اي حاجة. هي كل اللي قالت لك ان اللي بيملك MBC جروب ده هو وليد الابراهيم. والحقيقة ان واشنطن بوست بتركز ان السعودية هتنقل MBC جروب مما يسبب ضربة قاسمة للاقتصاد اللبناني. ضربة قاسمة، ده انت كده بتأذي لبنان في كل حاجة، صادرات وسلع. الام بي سي ده لما تقفل، الام بي سي ده العمال فيها بياخدوا مبلغ وقدره، يعني مخرجين هيتأذوا، والام بي سي هتتنقل لداخل السعوديه. واشنطن بوست بتقول لك لحد دلوقتي ما جاش اعلان رسمي لاي حد عامل في الام بي سي ان السعوديه هتنقل الام بي سي عندها، بس ده قراره اتاخد. الام بي سي ماشيه من لبنان، ماشيه من لبنان. الحقيقه ان لما تيجي تبص على القرارات دي هتلاقي الاقتصاد اللبناني اتأذى جامد جدا عشان حبة كلام طلع من جورج كرداحي. طب جورج كرداحي قال كده ليه؟ سيبك ان اللقاء كان مذاع قديم ولا جديد، جورج كرداحي ده اصلا برنامج من سيربح المليون ده كان بيذاع على MBC السعودية. من سيربح المليون ده كان بيذاع عليه بلاش، ده لسه اصلا كان عامل برنامج قريب جدا اسمه برضو من سيربح المليون، وبيستضيف فيه ممثلين ومذيعين مصريين وعرب مشاهير جدا بيشتغلوا في الام بي سي، وكان لسه مطلع البرنامج ده في الام بي سي يروح يشتم في السعوديه. طب ليه الاعتقاد ده؟ الحقيقه الاعتقاد ده لسبب وجيه جدا، وهو ايه؟ وهو الفيديو اللي هتشوفه. الحقيقه انا اكن تقديرا كبيرا وحبا كبيرا لسماحة السيد حسن نصر الله، هذا لبناني افتخر به، هذا لبناني من فئة يعني من بعتبره من لحمي ودمي، هذا ابن وطني بصرف النظر عن الانتماء المذهبي له او لي او لاي واحد اخر، انا بشوف حالي فيه. جورج كرداحي بيدين بالولاء لحسن نصر الله. حسن نصر الله زعيم حزب الله بتاع لبنان، فهم؟ عمر جورج كرداحي، وبرغم من ان هو كان ولا حاجه والام بي سي هي اللي عملته، عمره ما هيغير موقفه من السعوديه والامارات. وبرغم ان هو طلع بيان اعتذار وقال لك على فكره ده كان بناء على اعتقاد، انما ده مش موقف دوله، الا انه في الاخر التصريح طلع تصريح ان انت بتدين السعوديه والامارات وهم اصلا بيدافعوا عن نفسهم وحرب اليمن، انت طالع تدينهم وانت مذيع. انا مش هقول لك وزير، انت ما كنتش وزير وانت بتقول الكلام ده، بس في الاخر وانت مذيع بتشتغل في الام بي سي وبتخونهم طالع تشتم فيهم. يعني انا دي اول مره اشوفها، ولا اول مره اصدق ان جورج كرداحي اللي كان منظره كده زي ما انت شايف الصوره القديمه دي، هو كان في الجيش اللبناني وده كان شكله. شوف بقى لما بقى مذيع بقى شكله ايه، ده بفضل الام بي سي وانت طالع تشتمه. تيجي تقول لي انت واقف مع السعوديين وبتشتم في اللبنانيين، ابدا، الاثنين اخواتي والاثنين بعزهم جدا، انا بس بشرح لك اللي حصل وبشرح لك مقاله نازله في واشنطن بوست، بشرح لك مين هو جورج كرداحي. انا اعتابي على جورج كرداحي بس، اللبنانيين اخواتي وعلى راسي من فوق وبحبهم جدا، والسعوديين اخواتي برضو بحبهم جدا. يا رب دي من محبه، ويا رب المواقف اللي بتحصل بين الاشقاء دي ما تدومش. في الاخر اصل احنا مالناش غير بعض، خلي بالك اللي انت شايفه كده الغرب عاوز يمشي سياساته على الشرق الاوسط، امريكا بتنسحب من الخليج على حسب وول ستريت جورنال، بتنسحب من العراق وبعد كده سوريا، او سوريا وبعد كده العراق، في الاخر امريكا عاوزه تمشي الموضوع على مزاجها، عاوز تنسحب وبرضه تطبق سياساتها. شوف الفجر، تنسحب عسكريا من الخليج وتمشي كلامها على الخليج كله او علينا احنا كلنا بربطه المعلم كده. فهل ده وقت فرقه؟ هل وقت فتنه؟ الحقيقه ان الحكومه اللبنانيه حاولت تتدارك الموقف وتطلع بيان اعتذار او بيان تدارك الموقف، بس ده برضو منجحش، وانت عندك تصعيد دبلوماسي كبير جدا من دول الخليج او تعتبر كده مقاطعه، هو مش للبنان اكتر من هو حزب الله. الخليج مش شايف لبنان، الخليج شايف حزب الله. اهم نقطه تقف عندها هي قطر. قطر ما عملتش اي حاجه لحد دلوقتي، لا سحبت ولا طردت. خلينا نشوف الايام هتمشي ازاي. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر، ويا رب نصر العرب. تحيا مصر. سلام.
الشاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السما حميك رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين